أهلا أصدقائي، حياكم في قناتي. حدي مستانسة لأن اليوم صار موضوع وايد يونس صراحة. يعني سبحان رب العالمين، لما يبعث لك السعادة يبعث لك الوناسة، مو شرط يعني بشيء أنت تكون متوقعه، في أشياء أنت تكون مو متوقعها بس هي تكون سبب الوناسة من رب العالمين. يعني في وايد أشياء تخليك تستانس، مو شرط الأشياء اللي أنت تكون مفكر فيها، من ضمنهم اللي صار اليوم. صراحة وناستي صدق خميس ونيس، وما توقعت ان الوناسة راح تكون بهذا الشكل. شوقتكم ولا بعد؟ عندي صديقتي بالانستغرام، يعطيها العافية، مشكورة جزاها الله خير. تعبتها صراحة لأن مشوارها كان شوية طويل. هي تحب الزرع وتحب النباتات الداخلية وتحب، عندها شوية خارجي ومهتمة، وتتابعني بالانستغرام وتتابعني على يوتيوب. مرحبا صديقتي، اسمها غرسة العلياني، حياك أختي ومشكورة ويعطيك العافية. ولدك ما قصر على التوصيل لأنه من السعودية، أهلنا بالسعودية، إلى الكويت وصل الطلب، وصل التبادل. فتحية كبيرة حق أختي، والله يعني يعطيك ألف عافية على الأشياء اللي جبتيها وعلى الأشياء الحلوة اللي دزيتيها. أحرجتني وايد صراحة، وايد مستانسة. وخلونا نشوف الحين شنو جابت لي من نباتات. وللأمانة دزيت لها نباتات، ما مداني أصور شنو هم النباتات، بس كلهم أعطيت إياه كاتينجز، يعني مجذرين وبشكل مرتب وحلو، إنه يعني مجرد إنها تاخذهم تكملهم، يا إنها تحطهم في الماي أو إذا على راحتها، لأنهم مجذرين وفيهم ورق جديد وكل شيء جاهزين حق إنهم ينتقلون حق تربة. خلوهم يتأقلمون عندك في البيت يومين ثلاثة، وبعدين عاد تصرفي فيهم، وانت تعرفيني وتتابعيني وتعرفين الطريقه مالت النباتات الجديده. خلونا نتابع. نشوف أصدقائي، كل هذيل دازت لي إياهم جزاها الله خير بهذه العلبة، كلهم تقريبا خارجي وجميلين. خلينا نشوف شنو الحين، نفصص واحد واحد. دزت لي هذه النبتة، هذه النبتة الحين الكل يتكلم عنها، انستغرام يوتيوب، وين ما تفتحون باليوتيوب تطلع هذه النبتة. هذه يسمونها نبات الشعر، نبتة خليجية سعودية، وايد يقولون انها مشهورة بالسعودية وريحتها تجنن، وما شاء الله توها قصتها ويايبتها. راح ان شاء الله اتابعها اضبطها. وما شاء الله دازت لي عسل. يعطيك العافية، والله ما قصرتي حبيبتي والله. ودزت لي، ما راح اسوي دعايه حق المكان. واو، احرجتيني، قلتي نباتات ليش دازت لي هالاشياء؟ نبطل نشوف، يعني نباتات. ريحته والله من برا باينه. جميل جدا. نشوف، والله ما قصرت صراحة، أحرجتني وايد. ما راح أسوي هذا. أوه بعد لا. وين النباتات؟
انا دازه بس نباتات. دزت لي هذيلا بعض جميلين صراحه، وايد حبيتهم. مشكوره اختي والله، يعني ارد اقول مشكوره ويعطيك العافيه وما قصرتي احرجتي وايد. اوكي خلونا في النباتات. دزت لي هذه نبته خارجيه اسمها دمعة الطفل، جميلة حلوة، وراح أخليها أنا بالخارج وراح أسقيها مع نباتاتي اللي على الدرج. مو شمس شمس، هي قالت لي لا خليها مظللة، هو عندي يعني تقريبا على الدرج فالشمس مو كاملة تنزل عليهم، بس إيهم وقت إن تكون الشمس شوية مباشرة عليهم بعدين تصير ظلية. ودزت لي هذيل، أنا ما أقدر أشيلهم. ليش ما تقدرين تشيلينهم؟ لأن شوك كانوا حلوين. راح أغرسهم في تربة رملية مات الخارج وأحطهم، وراح يكبرون ويصيرون حلوين أدري، راح أهتم فيهم. وريتكم هذه وشوفوا هذه، ما شاء الله. وهذه بعد شنو دازت لي؟ والله انا الحين حطيتهم بس علشان ان انا اجهز المكان حق التصوير، هذا البيت تبخر. جميل، خلينا نشوف بعد. هذا من شنو قالت لي شو اسمه؟ اي من نوع من السجاد، جميل يعني خارجي. راح احطها في حوض ولا احطها مع النباتات اللي موجودين عندي علشان هي تمشي، لان هي خنفت خنفت. نبطل مجذرة فيها جذور. اوكي هي مجذرة، هما اثنين حلوين. راح احطهم في تربة وبحوض لانها شوية يعني بس حلوين، راح يشدون مع الهواء والشمس وكذي، اهم شيء هذا عجبني. اوكي خلينا نشوف بعد. جميلة جدا، ودي احطها هني مع الصباريات اللي عندي، جميلة صراحة. انا اشوفها في المحلات يعني، قلت ما عندي مكان بس الحين راح اطلع لها مكان. خلينا نشوف بعد. دراسينا جميلة حلوة، ساقها طويل. نشوف شنو مسويتها، يعطيك العافية والله. كان فيها جذورها وجذورها فريش، جميلين حلوين. من بعد هذا راح احطها في تربة، احطها بحوض وراح اداريها وان شاء الله تكون حلوة حيل وتكبر وتشد حيلها وتصير جميلة. هنشوف بعد. ما شاء الله هذه خارجية 100%. ولا احطها هني مع هذيل، لان هذيل فيهم جرولايت وفيهم ليت عادي، ولا احطها خارجيه. والله ما ادري، يمكن تبي جو حار وتبي اضاءه عادي عالي، ما ادري. بس نشوف مع بعض، خلينا نبطل. هي شوية تمسك عبالي تقزز. نشوف ما شاء الله. اي محطوطة في تربة عادية. اوكي عندي 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 الحوض. اوكي فيها تراب.
بس جميلة حلوة، راح إن شاء الله أشوف أدبر لها المكان الزين، تستاهل المكان الزين لأنه جايت لي من الزين ما شاء الله. هذه نبتة وهذه نبتة ولا هذه غير عن هذه كنا ولا أظن لحظة الباكجينج توصيل سريع. هي بالسعودية، هي بالسعودية. طبعا أنا كنت نايمة بالليل قعدت الصبح ولا دازت لي مسج، طالع تاريخ المسج الساعة 2 بالليل تقول لي عايشة بدزنج. قلت لها شلون؟ كانت تقول لي ولدي جاي الكويت راح يجيب لك هذا الحكي. انا قلت يعني خلاص ولدها طلع من الساعة 3 اكيد راح يعني وهي قريبه يعني بالدمام بالجبيل، فقلت 7 بالكثير راح يوصل ولدها راح يكون موجود، فشلون اجهز لك الليله؟ لا بس طلع الحمد لله يعني ولدها بالدوام، علما طلع من الدوام علما ومن الجبيل للكويت قريب، فما شاء الله جهزتهم وهي بسرعه بسرعه وانا جيت بسرعه بسرعه وجهزت شغلي كله وتبادلنا. دزيت لها ودزيت لي، فخلنا نشوف هذه. فيها جذور نشوفها، انا اشوف ان هذه غير عن هذه، صح اختي؟ ولا شنو؟ هذه حلوه جميله وفيها جذور. وخلنا نشوف الثانية. هم فيها جذور ونشوف شكل الورقة، والله كنا غير، كنا نبتتين غير، اي صح نبتتين غير. جميلة كذلك بحطهم بحوض وبخليهم برا يعني يعيشون بالجو الخارجي، لكن صوب يعني اقرب يم الباب لانه ما في شمس وايد بس حراره وايد، يعني راح اسقيهم تقريبا كل يوم. ودازت لي هذه، او ماي جاد متروسه بيبي. انا عندي هني الوفيرا كاهي هم كبيره، بس اللي عندي ساده. دازت لي اياها تشوف شلون مبرقشه، جميلة صراحة، حلوة وايد حلوة، حبيتها. وتربتها العادية وهي حاطتها بحوضين، فيها حوض داخل أسود وهذا كفر يعني حقها، راح أحطهم في كفر زين، حوض ممتاز. وخليها والله شكلي بحطها داخل عندي، أدبر لها مكان وأحطها. جميلين وايد حلوين، مشكورة. وشنو بعد؟ اي وريتكم زين، وريتكم هذي وقتها. وارد اتشكر لك صديقتي، ما قصرتي، خوش نبطات حلوين، وايد استانست على التبادل. ان شاء الله يا ربي عجبك اللي انا دزيتهم لك. ايش تبين اسأليني بالانستغرام بالتواصل، راح نرد على بعض اذا احتجنا اي شيء اي معلومة. والريحة ان شاء الله وايد استانسة، واتمنى لكم متابعة ممتعة ويوم سعيد. باي.